بالأرقام، كشف المجلس الوطني للبحوث العلمية والمركز الوطني لعلوم البحار في تقرير مفصل عن النقاط الملوثة على طول الشاطئ اللبناني، حيث اتضح أن هناك 16 نقطة من أصل 25 جرى أخذ العينات منها، أي أكثر من نصف العينات المدروسة تعتبر إما جيدة أو مقبولة للسباحة. لكن كان لافتاً الإشارة إلى أن المسابح الشعبية في المدن الكبيرة كبيروت وطرابلس وصيدا غير صالحة للسباحة. ووفق التقرير، فإن المناطق النظيفة الصالحة للسباحة هي المنيا، أنفي، البترون، جبيل، العقيبة، جونية، الدمور، سور والنقورة، وبعض شواطئ عكار وصيدا وطرابلس والصرفند. أما الشواطئ الملوثة والذي يفضل عدم ارتيادها فهي أنطلياس وبيروت والشاطئ الشعبي في طرابلس. لم نأخذ عينات من مصبات المياه الآسنة الموجودة بكثافة على طول الشاطئ أو بقرب التجمعات الصناعية أو مكبات النفايات الصلبة، نظراً لكونها ملوثة للبحر والبر ولا تحتاج إلى تحليل. لم نأخذ عينات من المسابح الخاصة تعرض النتائج معدلات تحاليل وتقييم امتد لفترة 30 شهراً، فقد تم تجميع العينات بأفضل الطرق العلمية المعتمدة عالمياً من المناطق العامة والمسابح الشعبية. التقرير تضمن أيضاً نتائج بحث نسبة تلوث الأسماك بالمعادن الثقيلة، وخلص إلى أن لا خطر على السمك، فهو مطابق للمواصفات العالمية، وبالتالي يمكن استهلاكه بطريقة طبيعية. وعند الاستيضاح عن بعض الأسماك التي يتم اصطيادها من الشواطئ الملوثة، أشار أحد الخبراء الذي كان متواجداً في المؤتمر إلى أن هذه الأسماك تقتات بالأساس من النفايات. بحر لبنان إذن ليس مأساوياً بالدرجة التي تحدثت عنها تقارير صدرت مؤخراً، وما أن يتم وقف مصادر التلوث المعروفة تحل المشكلة بحسب التقرير العلمي.